المصاري معي. مصاري جاهزين. تفضل. هي نص المصاري والنص الثاني لما بنخلص شغلتنا. خلاصة الحكي، وين بيته؟ بهي البناية، الطابق الثاني. أنا حكيت معه من شوي، قلت له إني جاي على الطريق. بس مثل ما اتفقنا ها، أوكي؟ ولا يهمك، اطمني ست راسي، ما رح تكوني غير مروقة وعلى 24، إن شاء الله بيقبشني، شرفي. شرفي. فوتي. فوتي شباب. شوفي مين هدول؟ هدول الكابوس اللي رح تشوفه طول عمرك. شباب بدي اسمع صوت عظامه عم تتكسر عظمة عظمة. لعيونك يا بوبو عيني. تعال هون هون بوبو هون 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 ترجعني يا اخو الحفيان. هلا ست ترجعني. قلبان الله حاجه تكفي. خلاص ولك. وين الفيديو؟ وين الفيديو لك؟ وين الفيديو؟ احكي معك بالفيلم. بالفيلم. روح جيبه بالفيلم. بالفيلم. في علبه ولا دفدي. وكم نسخة في منه ولا؟ ورحمة أمي ما في نسخ، ما في غيرها. أكيد. أكيد ولا؟ ورحمة أمي عملنا. اشلحوا لي ثيابك. وقف. اشلحوا لك. الله يخليكي خلاص، هاي الفيديو صار معي. اشلحوا لك. اشلاح احسن ما خليهم هنن يشلحوك. ها قول اسمك الثلاثي. يلا قولوا لا سامي. اسمي سامي احمد الحسن. لا انت اسمك سوسو الحبابه. عيد وراي لشوف. انا سوسو الحبابه بعرف العب بالطابه. يلا لشوف. يا رب انا سوسو الحبابه بعرف العب بالطابه. يا قلبي انت. شباب سبقوني لبرا لاحقتكم. نحن ننتظرك برا. اي قطة اذا عندك نسخ تانية بليها وشربي ميتها، لانه انا كمان صار عندي نسخة، ونسخة مهمة كتير. ما ومثل ما بتعرفي انا مو فارقة معي لاني بشتغل بمصاري، بس انتي بنت العيلة والحسب والنسب، مو حلوة الكل يعرفوا انك سوسو الحبابة. يلا باي.